السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. طبعا هو باين من العنوان بتاع الفيديو إن احنا هنتكلم على موضوع الإعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتاعتنا على القناة لما حد بيجي يشوفها، عشان أنا الفيديو ده كنت متخيل يعني إن الناس عامة أول ما بتفعل الربح على القناة وبتربطه بالأدسنز والحاجات دي كلها بيقدروا يخشوا ويمنعوا إعلانات معينة تظهر على فيديوهاتهم على القناة. بس لقيت في سؤال جالي من أخت إن هي بتقول لي إن في ناس لما بيشوفوا الفيديوهات بتاعتها بيظهر لهم إعلانات، طبعا إعلانات بتكون يعني محتواها مش لطيف، في إيحاءات جنسية وإثارة وكلام من اللي احنا طبعا بنستحرمه وما بنحبش نشيل وزر الحاجة دي فعايزة تمنعه. طبعا كان صعب ان انا الكلام ده اكتبه في تعليق، فقلت اعمل فيديو بحيث طبعا تعرف هي الطريقة، ولو في حد لسه ما بيعرفش ازاي يمنع الاعلانات دي ان هي تظهر على فيديوهاته عشان طبعا ما يشيلش الحرمانية ووزر الكلام ده، فقلت اعمل الفيديو ده مع بعض وان شاء الله يبقى في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم لما تشاركوا الفيديو او المعلومة عامة مع اي حد ما يكونش عارفها. كل اللي انا هعمله انا هفتح حساب الادسنز بتاعي، وطبعا لو انا شغال من على التليفون هيبقى بنفس الخطوات ان انا هدخل على جوجل وافتح حساب الادسنز بتاعي واحوله اصدار سطح مكتب وامشي على باقي الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض. انا دلوقتي فاتح حساب الادسنز بتاعي، هبص على ناحية اليمين كده في الاختيارات الموجودة هلاقي في كلمة عناصر التحكم في الحظر، هي دي اللي هضغط عليها ونبتدي الخطوات اللي بيها نمنع ظهور الاعلانات دي على فيديوهاتنا لما حد يجي يشوفها. ضغط ظهر، فتحت معايا الصفحة دي، في عناوين يو ار ال للمعلنين، في فئات اعلانيه حساسه، في الفئات العامه. بالنسبه للفئات العامه انا دخلت وشفت ما فيهاش اي مشكله من الاعلانات اللي بتظهر من خلالها، عشان ما افتحهاش واطول في الفيديو دي ما فيهاش منها اي مشكله. عناوين اليو ار ال دي برضو دي محتاجه ان انت لو في اعلان معين بقى بالذات ده بيضايقك لما بيظهر بتجيب الرابط بتاعه وبتدخله هنا وبعدين بتحظره. بس خلينا في المهم اللي هو فئات إعلانية حساسة، هو دوت الموضوع أو المكان المرتبط من خلاله بتظهر بعض الإعلانات الغير مستحبة اللي بتظهر على فيديوهاتنا وعايزين نمنعها، فهضغط على إدارة الفئات الإعلانية الحساسة. بيتفتح معايا الصفحة دي وفيها 15 فئة. أنا قبل ما ابتدي الفيديو دخلت رجعت كل حاجة أكني لسه ما كنتش عملت عشان نبتدي الشرح مع بعض. ففيها 15 فئة، ال15 فئة دي أنا هنتقي منهم الحاجات اللي ممكن بسببها تظهر الإعلانات اللي أنا مش حاببها ومش عايز أشيل وزرها أو حرمانية بسببها، فهنقي الحاجات دي وأقفلها. بس طبعا الحاجات اللي فعلا تستاهل، لأن أنا لو قعدت أقفل عمال على بطال كل الحاجات اللي قصادي دي طبعا انا كده بقلل الربح عندي خالص. انا هقفل الحاجات اللي فيها اعلانات انا مش حابب ان هي تظهر على فيديوهاتي عشان الحرمانية بس. فباجي اول حاجة مكتوب ادوات مساعدة قابلة للتنزيل، دي بسيبها. العاب اندية المقامرة على الشبكات الاجتماعية دي طبعا هقفلها عشان ما تظهرش اعلانات قمار على فيديوهاتي. العاب فيديو عادية هسيبها. اثارة، الاثارة هنا مش المقصود بيها الإثارة الجنسية، لا أنا عايز أعرف معنى الفئة دي إيه، في علامة استفهام أهي لما باجي أقف عندها بيشرح لي النقطة دي أو الفئة دي من وراها إيه أو معناها إيه، فهو بيقول لي هنا المقصود بالإثارة أخبار اعتقال وفاة طلاق التي تنتشر عن المشاهير، يبقى ده مش المقصود بيه الإثارة الجنسية، فممكن دي أسيبها عادي زي ما هي.
انقص الوزن هسيبها، الادويه والمكملات الغذائيه برضو هسيبها، الاشارات الى الجنس برضو انا مش عارف ايه المقصود بيها، باجي برضو عند علامه الاستفهام واشوف بيقول لي مرتبطه بالصحه الجنسيه والانجابيه والاعلانات التي تشير الى الجنس، فانا ممكن هنا دي برضو بالنسبه لي انا هقفلها لاني مش حابب برضو نوعيه الاعلانات دي تظهر على فيديوهاتي. بعد كده بقى في التعارف، التنجيم والروحانيات، برضو التنجيم والروحانيات دي انا هقفلها عشان دي المقصود بيها الاعلانات اللي متعلقة بالوصفات السحرية ومواضع الروحانية والحاجات برضو اللي انا مش حابب اشيل وزرها لو ظهرت على فيديوهاتي. باقي الحاجات اللي بعد كده متعلقة بالثراء السريع، السياسة، الصحة الجنسية والإنجابية عادي، البشرة والعوامل الجوية، دين، عمليات التجميل وتعديل المظهر، كل الحاجات دي أنا ممكن أسيبها عادي خلاص ما فيش منها مشكلة، لأن زي ما بقول لو قفلت حاجات كتير طبعا كل ده هيأثر على ظهور الإعلانات والربح عندي، فأنا قفلت كده الفئات اللي هي بتظهر فيها إعلانات أنا مش حابب تظهر على فيديوهاتي ولا إن أنا أشيل الحرمانية بسببها لما حد يشوفها. كده انا خلصت الفيديو، لان الباقي الحاجات اللي موجودة كعناصر التحكم فيها عشان امنعها مفيش اي منها مشاكل، فانا مش عايز اطول الفيديو خلاص، ده اللي كان المهم بالنسبة لي ان الناس تعرفه ازاي تقدر تمنع الاعلانات الحساسة او اللي فيها اثارة او فيها جنس او فيها قمار، ازاي تمنع ظهورها على فيديوهاتها على القناة عندها. يا رب اكون قدرت افيدكم ويكون الفيديو ده ان شاء الله في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم لما تشاركوا حتى المعلومة دي مع الناس اللي مش عارفة او ما كانتش تعرف الموضوع ده. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.